نظمت إدارة روضة عروس البحر في بلدية سوق الجمعة احتفالية بمناسبة اختتام العام الدراسي 2017-2018. الاحتفالية تخللها العديد من الأنشطة الترفيهية والفقرات الغنائية والعروض المسرحية. هذا وأقيم على هامش الاحتفال معرض للمشغولات اليدوية والزي الشعبي. اختتمت في بلدية طرابلس المركز ورشة عمل حول مشروع سلاحف طرابلس. الورشة تهدف إلى توعية المدرسين والمدرسات بأبرز المفاهيم والمعلومات البيئية السليمة من أجل نشر ثقافة الوعي البيئي في داخل المؤسسات التعليمية تحت إشراف بلدية طرابلس المركز وبالتعاون مع جمعية أكسجين لحماية البيئة. أقيمت في بلدية جدابية ورشة عمل حول كيفية تطوير اللغة الإنجليزية في المدارس والجامعات. الورشة تضمنت عدة محاور حول تطوير مهارات اللغة وكيفية إنشاء أوراق بحثية بطرق أكاديمية متطورة للرفع من مستوى الطلبة تحت إشراف قسم اللغة الإنجليزية بجامعة جدابية. عقد في بلدية مصراتة اجتماع لمناقشة ظاهرة التعدي على الأراضي والأملاك العامة وسبل التصدي لها مع الجهات المختصة والإجراءات اللازمة لتمكين مؤسسات الدولة من المقرات المخصصة لها. الاجتماع حضره عدد من أعضاء المجلس البلدي ووكيل ديوان البلدية وعدد من مدراء المؤسسات والقطاعات العامة العاملة داخل نطاق البلدية. هذا وتم خلال الاجتماع مناقشة التحضيرات لإقامة مهرجان ومعرض للمشاريع والمشغولات لطلبة المعاهد الفنية المتوسطة على مستوى البلاد. أقيمت في بلدية غدامس ورشة عمل حول كيفية كتابة المقترحات. الورشة استهدفت عددا من مؤسسات المجتمع المدني بالبلدية تحت إشراف منظمة أكتد وبالتعاون مع مكتب الثقافة غدامس. لازلنا في أخبار البلديات مشاهدينا، حيث أقيمت بمنطقة بريك في بلدية الغريفة احتفالية بمناسبة اختتام العام الدراسي تحت شعار أطفالنا مستقبلنا. الاحتفالية حضرها عدد من أعضاء المجلس البلدي ووكيل ديوان البلدية ونائب مدير مكتب رياض الأطفال بوزارة التعليم ومدير مكاتب رياض الأطفال بالمنطقة وعدد من مسؤولي التعليم بالبلدية. هذا وتضمنت الاحتفالية العديد من الأنشطة الترفيهية والفقرات الغنائية والعروض المسرحية.